الموعود فين الليالي السود وفجرنا الموعود يا هل ترى الجسر ممدود ولا مش موجود عن جسر بنتطوح شمال ويمين على الجسر تايهين بنتطوح شمال ويمين شايلين حمول الأسى ماشيين كمان درب خد ايدنا وعدينا قرب بعدنا دليل الويل معدينا يا عابر الدرب خد ايدنا وعدينا قرب بعدنا دليل الويل معدينا والغاية تاهي وحوالينا الرياح. ايه يابا باين عليك مش مبسوط؟ مش كان نفسك هاشم ينفذ المشروع؟ ولسه نفسي اشوفه وهو بينفذ المشروع. هو مش كان امله ونفسه هو والبلد كلها في كوبري؟ اهو كوبري هيقوم اهو، خليه بقى يعدي عليه هو ولا ابوه. يعني ايه يابا؟ لا تكون غبي زي اخوك سالم ومش فاهم انا اقصد ايه. يالا في دي بقى يابا طلعت غبي، بس انا عايز افهم قصدك ايه. قصدي ان كوبري العمده هيكون زي ما العمده عايز. كوبري ليه هو مش لحد غيره ابدا. ان شاء الله تكون فهمت بقى يا فالح يا بتاع المدارس. جاتكوا داهيه مدحت؟ حنان اهلا يا حنان، اتفضلي. ايه ده، امال فين نزيه افندي؟ نزيه افندي؟ ما نزيه افندي راح لحاله خلاص. اللي قاعد هنا دلوقتي قدامك تلميذك اللي قدمتيه لباب. تلميذي؟ تلميذي ازاي بقى؟ واحنا نيجي حاجه جنبك؟ اخلاص في العمل. يا سلام، ما هو في موظفين برضو مخلصين في العمل جدا ومحدش حاسس بيهم. الموضوع ده بقى تقوليه لبابا يا هاني، ممكن حضرتك تقدمي له اعتراض. ايوه بيه، القهوة زيادة بتاع حنان هاني. حاضر. يا سلام يا سلام، تقولش الكرسي معمول عشان سيادتك يا فندم. القرار اللي اتخذه هاشم بيه في محله تمام يا فندم. متشكر قوي يا شفيق فندم. وكمان حنان هانم هنا، يا محاسن الصدف. فعلا الصدفة بتجمع الكرام مع بعض. تشرفنا يا هانم. متشكرة قوي. الظاهر ان هنا في امثال كتير من نوعيه نزيه افندي. لا يا حنان، ده موظف غلبان وفي حاله ومخلص جدا في شغله. ده حتى هو اللي ساعدني اكشف نزيه افندي. اهلا اهلا اهلا. دي مش مريحاني، ممكن اعرف ليه؟ انا شايف ان انت عجبتك دخلت الاستاذ شفيق وسمعت كلامه وارتحت له قوي وبسرعه، وده شيء ما يطمنش. حنان، انا هنا عشان انت اللي جبتيني هنا. اعذريني اذا كنت وصلت بسرعه، يمكن احساسي ان ده هيقربني منك اكتر. وارجوكي ارجوكي اي ملحوظه تقوليها لي وانا هنفذها فورا. اقول لك ايه بس؟ اقول لك ايه اذا كنت فاكر ان هو ده اللي هيقربني منك. مدحت، انا عرفتك واحنا زمايل في الجامعه، يعني عمري ما قام الكرسي ما هيقربني منك او يبعدني عنك. انا سعيد جدا اني بسمع منك الكلام ده. لا مؤاخذه يا فندم. في ايه يا شفيق فندم؟ هاشم بيه عايز سعادتك. القهوه يا هاني.
شكرا قوي. عفوا. اشرب انت القهوه بقى عم اشوف هاشم بيه عايز ايه. حاضر. على اذنك. اتفضل. يا سلام، اهو ده يوم المونة اللي استنيناه كتير قوي يا عمدي، يكون في بلدنا جسر. الهندسة وافقت والمديرية اعتمدت الميزانية، وان شاء الله العقد والموافقة هيكونوا عند الباش مهندس هاشم ابن اخويا في اسرع وقت. لا والله عفارم عليك، الواحد مش مصدق نفسه يا رجالي. حلم ده ولا علم؟ لا حلم ولا حاجة يا جابر. المسألة كلها إن العمدة شاف إنكم محتاجين جسر، والحمد لله قدرت أقنع المسؤولين بالحكاية دي. بس بقى مش بالشكاوي يا جابر. شكاوي؟ شكاوي إيه بس يا حضرة العمدة؟ حضرتك بس ساعتها اتضايقت وفهمت الموضوع غلط، وحضرتك برضو اللي وصلت رغبتنا للحكومة. لا يا عبد الفتاح، لا أنا ما فهمتش الموضوع غلط ولا حاجة يا عبد الفتاح. أنا بفهم كل حاجة، بفهم كل حاجة بتجرى وراي، وبفهم كل حاجة بتجرى من قدامي كمان. ربنا يبارك لنا فيك يا حضرة العمدة. ماني دايما أقول عليك كده يابا، إنك سوسي وفاهم كل حاجة بتجرى في البلد. طب يلا يا ولد، قوم هات مفتاح دوار عمك عبد الكريم، عشان تروح أنت وعمك الحاج حسين وجابر تهووها وتوضبوها، عشان لما يوصلوا بالسلامة يعرفوا ينزلوا فيها. ايه؟ ما ربيع هو قاعد، ما تقول له هو، ما انا الكبير برضو يابا. اسمع الكلام يا سالم، قوم اعمل اللي بقولك عليه. خلاص يابا، انا هاخد المفتاح واروح اوضب معهم الاوضه بتاعت ابويا عبد الكريم. يلا يا سالم. الله يسترك يا عمده اللي جمعتنا تاني. بقى الحاج عبد الكريم هيرجع بيته ونشوفه هنا تاني ويشرب القهوة معانا في الدوار، ويعدي البر التاني على الجسر اللي هيقوم بيه الباشمهندس هاشم. ده ايه الهانة اللي احنا فيه دي؟ عشان بس ما تقولوش ان العمدة مقصر في حق حد يا حاج حسين. لا والله يا عمدة، الحق حق، والحق وراك وقدامك في كل اللي بتعمله دي. الحمد لله، الحمد لله انكم حاسين بتعبنا وشقانا عشانكو. الله، كل اللي يهمني دلوقتي تسويه موضوع المستندات المزوره بتاعت نزيه فندي. فمدحت، استاذ عمر فهمي منتظركم في النيابه. ما تخافش، ما تخافش يا نزيه فندي، استاذ عمر هيعمل اللازم. بعد كل اللي عمله يا فندم. يا مدحت، انا ما يهمنيش اخرب بيت راجل فضل طول عمره معايا. مدام قدم استقالته في هدوء. ربنا يسترها معاك يا فندم. مش في كل مره يا نزيه افندي هتلاقي حد يسامحك زيي. ارجو ان تكون دي اخر مره تبتدي عمل جديد بروح جديده. اقول ايه بس يا فندم؟ ما تقولش حاجه يا نزيه افندي، انت قلت كتير قوي قوي قوي. يا ريتك كنت بتشتغل وانت ساكت بدل ما انت داخل تتكلم وطالع تتكلم. وحافظ يا فندم اتكلم، مش هقدر اسكت ابدا عن الراجل الامين الشريف اللي شال بايديه الكريمه حبل مشنقه من فوق رقبتي. يا فندم ارجوك سيبني اقول كل اللي جوايا. انت لسه ما قلتش كل اللي جواك. انت جواك ايه يا راجل؟ جواك ايه؟ يا مدحت. نعم يا فندم. ما تنساش تصرف مكافاه نزيه افندي. حاضر يا فندم. عموما يا فندم الايام بيننا، ومسيري حسبت لسعادتك ان انا دايما عند حسن ظنك. يلا عشان تلحق الاستاذ عمر فهمي في النيابه. امرك يا فندم. شكرا يا فندم. بقول يا هاشم بيه، لو سمحت بس سعادتك تدين فضلك عليا وتسمح لي اكلم سعادتك على الفرط. يا مدحت، سيبنا مع بعض شويه. امرك يا فندم. اتفضل. هاشم بيه، طبعا ما اخفاش على سعادتك معنى ان انا اسيب الشغل هنا وادور على شغل تاني في حته تانية. معناها يا فندم ان مفيش اي شركه هتقبل واحد زيي طردوا اشرف واطهر راجل في البلد ومعروف عنه كل هذه الطيبه. معناها يا فندم ان نزيه افندي ده لا نزيه ولا اي حاجه، معناه انه وحل البرك، طين، اطران، مهبب. نتيجه ايه يا فندم؟
النتيجة المكافأة اللي سعادتك هتصرفها لي دي هتضيع في لمح البصر، وقابل أنا أولادي وعيلتي مصير مؤلم، مصير مظلم. هاشم بيه، أنا ما بدافعش عن نفسي، لكن أنا بسيب بين إيديك مصير أسر بحل. أنا إيه اللي أقدر أعمله لك؟ سعادتك قلت لي إيه اللي تقدر تعمله لي؟ يعني يدين فضلك عليا بيه، لو سعادتك كده ساعدتني أبتدي لوحدي بقى، أشتغل لوحدي، أفرد في الشغل يا فندم لوحدي، وسعادتك تديني قرشين سلف كده بوصل أمانة إن شاء الله أردهم في أقرب فرصة ممكنة. طب روح وبعت لي الأستاذ مدحت. ربنا يدين فضلك يا سعادة البيه، تسلم لنا أيديك البيضة كلها يا سعادة البيه. يا مدحت بيه، مدحت بيه، أمرك هاشم بيه. يا مدحت، اصرف 2000 جنيه فوق مكافأة نزيه فندي، بس خد عليه وصل أمانة. وليه هاشم هو اللي يبني الجسر يابا؟ ما في مهندسين ومقاولين كتير غيره. وليه مش هاشم يا داود؟ هاشم هيجي تاني؟ ايوه يا بنت هيجي، الموافقه هتوصل له وبعدها هيجي على طول. ونرجع لعنب ديبو. ده دي، هو انت شغله نفسك ليه بالموضوع ده يا بنت؟ خايفه يا خايفه. خايفه من مين بقى؟ مش عارفه، انا خايفه وخلاص كده. الله، هو انت مش كان نفسك ينزل البلد تاني؟ اهو نازل اهو. ما بقتش عارفه انا نفسي في ايه ومليش نفسي في ايه. كلكم مش عارفين انتوا عايزين ايه، لكن انا بقى عارف كويس قوي كل اللي انا عايزه. وشكله بقى ايه يابا؟ اتغير كتير ولا لسه زي ما هو؟ العز خلاه حاجه تانية خالص يا بنت، ربنا يديم عليه عزه. السلام عليكم يا ابا. اهلا يا هاشم. يا سعيد دخل ديجو. اهلا يا هاشم. اهلا بيك. شفت بقى يا سي بابا؟ نعم. اول ما سيادتك امرت في التليفون انك تيجي وتلاقي الاكل جاهز جهزتهولك على طول. يعني انت بقى اللي جهزتي الاكل؟ امال انا كنت بعمل ايه طول النهار؟ تصور طول النهار قاعده ترغي في التليفون ولا بتعمل حاجه ابدا؟ يا دوب من شويه قالت لي انك هتيجي، قلت انا جهزت كل حاجه طبعا. المهم انه جهز يا ست ماما. الاهم بقى ان انا جايب اخبار هتبسط بابا الحاج كويس جدا. ايوه، لازم جالك جواب الموافقه على مشروع الكوبري بتاع الشركه. بالظبط يا بابا. طب وانت ايه بقى، مبسوط ولا قلقان زي المره اللي فاتت؟ هي يابا اللي بسطني اكتر ان مدحت فهم المشروع كويس قوي، يعني ممكن يسافر البلد كام يوم لغايه المشروع ما يبتدي. والبركه فيك بقى يابا، انت وهو تكملوا عشان افضل انا شغل الشركه. الخيره فيما يختاره الله يا ابني. الحمد لله انا شايف ان المساله متسهله قوي. ومين بقى اللي مسهل المساله؟ ولا يكون عندك فكره، مدحت يا ست. سهران ليه يا مدحت؟ رجعت تقلق تاني ليه يا ابني؟ لا يا بابا، بس الشغل كان كتير شويه. لا، مش الشغل اللي يشغلك للدرجه دي، اللي ورا الشغل هو اللي شغلك. جايز يا بابا. جايز دي تقولها لحد غيري. لما انشغلت بالراجل اللي اسمه نزيه فضلت قلقان لغايه ما طردت وقعدت مطرحه، ولما وصلت استريحت. بتفكر في ايه تاني عايز توصل له؟ في اللي بعد كده يا بابا. برافو، برافو عليك. برافو؟ برافو على ايه يا بابا؟ على انك دايما بتفكر في اللي بعد كده وبتسهر وتقلق علشان توصل له. تفتكر في ايه بعد كده غير حنان؟ فعلا يا بابا، هو ده بالظبط اللي بفكر فيه. ومستني ايه؟ خايف استعجل. وجايز توصل بعد فوات الاوان.
انت دلوقتي كل الظروف بتخدمك ومحدش عارف بكرة هيحصل ايه. استفيد من خطواتك. حد كان يصدق ان واحد زي نزيه يروح كده في شربة مية؟ لا مستني ايه؟ لو هاشم هيوافق انك تتجوز بنته مش هيقول لا، ولو كان ناوي يرفضك يبقى هيرفضك دلوقتي وبكرة وفي اي وقت. بس يمكن يستغنى عني يا بابا. لا لا لا، ما افتكرش انه يقدر يستغنى عنك في الظروف دي، حتى لو كان هيقولك لا. انت حكيم قوي يا بابا. حكيم معاك انت بس، لاني للاسف ما كنتش حكيم مع نفسي، عشان كده جرالي كل اللي جرالي. اياك تقلق تاني، خصوصا والسكه مفتوحه قدامك. رجعني السرير وارجع نام، نام علشان تصحى الصبح فايق وتنفذ براحتك كل اللي نفسك فيه. فاهم؟ فاهم فاهم يا بابا. ما قالكش رايح فين؟ ابدا يا فندم، هو راح شغل واكيد شغل مهم. حاكم مدحت بيه عارف شغله كويس. ايوه يا فندم. الحمد لله انك جيت، هاشم بيه كان قلب الدنيا عليك. استاذن انا يا فندم. اتفضل. يا مدحت كنت فين؟ انت عارف مشروع كوبري الصعيد مهم قد ايه؟ جات لجنه من هناك عشان تناقش المشروع معاك. انا جيت اهو يا فندم. ايوه ما قلتليش كنت فين يا مدحت. طبعا هقول لك يا فندم، لاني لازم اقول لسيادتك انا كنت مع حنان هاني. الحقيقه يا فندم لما عرفت اني مسافر البلد مع حضرتك وانا عارف هناك بيفكروا ازاي، وخصوصا حنان هاني هتكون معانا، فانا بتمنى يعني تكون لي صفه عائليه. ده بجانب اني مسؤول عن مشروع الكوبري. باختصار شديد يا فندم، انا عارف وقت حضرتك مهم قد ايه. انا وحنان هانم متفقين على الجواز ده بعد موافقه حضرتك. وكمان اذا ما كانش عند حضرتك اي مانع. لا يا استاذ، انا عندي مانع مهم جدا. ولن ممنوع مناقشة المسائل اللي زي دي في أوقات العمل الرسمية. عندك حق يا فندم، وخصوصا إن لجنة مشروع الكوبري مستنياني من بدري في المكتب. عن إذن سعادتك يا فندم. مرة حصلت كان الوزير جاي هو ده يقرأ. مبروك يا هاشم بيه. مبروك علينا يا شبراوي بيه. الشربات يا عمي. الشربات اللي قدامي ده خطيبة ابني. متشكرة قوي يا عم. الشربات يا بابا. هات يا روح بابا، يا قلب بابا، يا عقل بابا كله. طبعا انا ما عنديش كلام حلو اقولهولك زي اللي قالهولك حماكي. يا بابا كفاية موافقة حضرتك. ربنا يوفقك يا بنتي. يعني ابني عنده حق انه يدخل وقلبه جامد. طبعا طبعا. اتفضل يا ماما. مبروك يا روح ماما. متشكرة يا احلى ماما في الدنيا حبيبتي. صباح الخير يا بابا. صباح النور. الله 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 الله، ليه يا حلو انت مكشر كده ليه؟ ها؟ شكلك زي ما تكوني جايه لي في مهمه رسميه. بالظبط كده. هو هيكوني في زحمه الشغل عايزين ادور لك على شقه المستقبل. ها؟ لا يا بابا، أنا لسه ما فكرتش في الموضوع ده. أنا جاي عشان عاوز أتكلم معاك، عاوز أخد رأيك بصراحة بخصوص مدحت. شوف يا حنان، مدحت طموح ممكن يكون إنسان ناجح قوي، بس يا بنتي أنا ساعات أخاف من طموحه لأنه مستعجل. فعلا عندك حق في دي يا بابا، عشان كده أنا عاوز أعرف عيوب خطيبي عشان أقدر أصلحها بعد كده. لو انت يا حنان عارفه كده عم مدحت كويس قوي مستعده تصلحي عيوبه، يبقى اقول لك من دلوقتي يا بنتي الف مبروك. يا حياتي يا بابا. تصور بقى، انا كنت متاكده ان انت في حاجه في نفسك عاوز تقولها لي. علموه هو كان ليه حق انه يستعجل، انه كله صفه عائليه واحنا مسافرين البلد يا حنان. اعمل لك همه يا عدل الكرسي. قتلتني. كله تمام؟
تمام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا بردوش عبد الكريم وابنه جاي من مصر النهارده عشان يبني الجسر. صحيح. يا رب سهلنا ونبني الجسر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تمم علينا ونبني الجسر بمشيئة الله يا رب. ان شاء الله ابويا عبد الكريم. أهلاً أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. الحمد لله على السلامة. أهلاً وسهلاً. اتفضلوا اتفضلوا شرفتوا ونورتوا. أهلاً وسهلاً عبد الكريم أخويا يا حبيبي. أهلاً وسهلاً. أهلاً والله وليك وحشة يا أخويا. اتفضل. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا مدحت بيه. شرفتوا ونورتوا. اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك والله البلد نورت. منوره بوجودك يا عمده. ده يوم الموني يوم ما نشوف بلدنا كوبري ونشوف الحاج عبد الكريم والبشمهندس هاشم. يا دي الهنا يا دي الهنا. والفرح جه ويا الموني والجسر قام وصلت سلام وجاب الأحبة لعندني. يا دي الهنا يا دي الهنا. ما بس يا واد انت ابن حاج حسين انت يا ولا بطل بقى الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. خلينا نفرح بالحبايب امال. اه حاضر يا عمدي. واد يا حسان امرك يا عمدي. اجري يا واد على الجزار خليه يذبح العجل والفحل اللي انا نادرهم لليوم ده يا ولا. يلا اجري بسرعه. حاضر يا عمدي. كل ده يا منصور. هو انت لسه شفت حاجه يا عبد الكريم يا اخويا؟ ده ليه مستنظر اليوم ده من زمان؟ ده انت لسه يا ما هتشوف. والله زمان يا رجالي عمرنا ما حسينا فرح زي النهارده. ماما مالك يا ماما سرحانه كده ليه؟ في الاوضه دي ولدتك يا حنان. كان عمرك سعاد لما حاولوا ياخدوا هاشم منك. مين اللي يقدر ياخد بابا منك يا ماما؟ الحمد لله انك كنت لسه صغيره وما حسيتيش بحاجه. لكن بالنسبه لي انا كل اللي حصل كانه لسه امبارح. ماما تحبي نرجع مصر حالا؟ نرجع مصر ازاي؟ ده جدك وبابا كان نفسهم يرجعوا هنا من زمان ومش ممكن هيبقى فيه ظروف مناسبة يرجعوا فيها أحسن من الظروف اللي حصلة دلوقتي. ماما ماما تعالي نروح أوضة تانية بلاش نقعد هنا. استغفر الله العظيم. اللهم اجعله خير. انت يا دولة يا دولة. ايوه يا ابوك عبد الكريم وابن عمك الباشمهندس هاشم عايزين يسلموا عليك يا بنت. سلامات يا دولت. ازيك يا بنتي؟ تسلم يا ابو عبد الكريم. ازيك يا ابن عم؟ ازيك يا دولت وحشاني يا بنت عمي. تسلم يا اخوي. اروح اجهز لكم الشاي. شكرين يا دولت. يا ألف أهلا وسهلا. الكفر نور. فكرية مراتي. ازيك يا مرات أخوي؟ الله يسلمك. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة إن احنا تعرفنا عليك. اسمعي يا فكرية غدانا عندك النهاردة. جهز الدوار بقى للضيوف. أمرك يا عم. بيت يا دولة بتعيطي لي يا بيت؟ أنا مش بعيط بدموع الفرح. وتفرحي ليه يا بيت؟ الله وانت لا عايزني لا عيط ولا افرح كمان؟ بيت يا دولت. ايه؟ انت خيل عليك العمايل اللي عملها ابوك دي؟ انا اقطع دراعي ان ما كان ناوي على نية. نية؟ ناوي على ايه يا سال؟ يكونش ناوي يجوزني الهاشم بعد السنين اللي فاتت دي كلها؟
وابوك عبيط يا بيت يغلط الغلطه اللي غلطها قبل كده؟ ام النبي على ايه يا سال؟ هيجوزني هيجوزني البنت المسمسمه الحلوه اللي زي لهطه القشطه. مين يا سال؟ حنان يا بيت. دك خابط كده واحنا هنرجع نسيب العلادة تاني؟ يعني خلاص البلد فضيت من البنات. الشاي يا عم. هات يا ولد. اه في واحد سأل على الباشمهندس هاشم وساب له الجواب ده. وريني وريني. طب روح انت، روح جاتك نيلة في هبلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه خير ان شاء الله يا باشمهندس؟ لا خير ان شاء الله يا عمري. ظهر واحد مننا يا بطل اللي هو اللي هيفضل هنا. ليه بس يا هاشم بيه؟ انت عارف حضرتك ان ده مشروع مهم جدا. انت عارف المناقصه الكبيره اللي كانت مقدمه عليها الشركه. الحمد لله رست علينا. لازم ابقى في مصر. طب وانا لوحدي اروح فين يا هاشم بيه في مشروع زي ده؟ نفسك برضه معانا يا باشمهندس، وتأكد ان كل اللي هيحصل في غيابك هيحصل كأنك موجود بالظبط. احنا كلنا وراك يا باشمهندس، ربنا يفتح طريقك يا ابني. ربنا يخليك يا رب. على اي حال انا هبقى على اتصال بيكم. ده حمل كبير قوي يا مدحت. على اي حال انا حاسق ان ورايا راجل. الله. مع السلامة يا هاشم، ولو اني هبقى قلقانة قوي عليك وانت لوحدك. اها يا ستي، اه اجرب العزوبيه، وكمان مدحت يكون خد على الجو هنا علشان لما تسيبوه يسافروا ما يحسش باي غربه. لا بقى، من الناحيه دي اطمن يا عمي. أه. معقول احس بالغربه في بلدك برضو؟ ده كلام. اسمح لي اوصلك العربيه. طيب يا سيدي اتفضل. سلام عليكم. مع السلامه. ماما لو عاوزه تسافري قولي لي دلوقتي، احنا لسه فيها. طب عيني في عينك كده. احنا لازم نقعد شويه عشان جدك ما يزعلش. للدرجه دي خايف على زعل جدي؟ طب وبابا؟ هو بصراحه بقى بابا كمان عايزنا نقعد كام يوم. اه يعني اطلع منها انا بقى. لا تطلعي ازاي، امال مين هيقعد معايا؟ شايفه الشجره دي يا حنان؟ ادي عمرها من عمري انا. شفتي عجوزه قد ايه؟ انما ما حدش قدر يشيلها من الارض ابدا، جذورها ماسكه. ابويا زرعها لي يوم ما اتولدت وكتب عليها اسمي، انما تلاقيه الاسم اتمحى دلوقتي لان الزمن بيمحو حاجات كتير. انما مش ممكن يمحي ان انا بحس نفسي جوه الشجره دي، وان كل جدودي هم جذورها اللي ماسكين في الارض ومش قادرين يشيلوا الشجره والمطرحه. ادي حبي للبلد اللي انا عايز اعيش فيها واللي فرحان اني رجعت لها. الحق يا عمده، الناس كلت وشنت. ما في ايه يا واد حسان؟ سمعت؟ ما صدقتش، شفت بعيني. شفت ايه يا واد مطنطه؟ مرات هاشم وبنته لابسين اخر فرانكي وكانهم في مصر واهل البلد. ما تتفضل يا عبد الكريم، واقف عندك كده ليه؟ سكت ليه يا حسان؟ ما تتكلم يا راجل يا شهم. جرى يا عبد الكريم يا اخويا؟ يظهر ان قعدتك في مصر نسيتك كتير من عوايدنا. انا ما نسيتش ولا حاجه، بس انا عارف كويس قوي الناس اللي بيتكلم عليهم. سلام عليكم. رايح فين يا عبد الكريم؟ رايح ادور يمكن في حد تاني بيبص علينا من خرم الباب يا منصور. أما أنا كنت عايز أقول لك. إيه يا ربيع مال؟ شكلك كده عاوز يقول حاجة. كنت عايز أقول لك يعني. عايز تقول إيه؟ تخطبي لي حنان. إيه؟ آه تخطبيها لي. أخطب لك مين؟ سامع يا عمدة، ابنك عايز يبقى عريس. لا وهيخطب مين؟ بنت الباشمهندس أبو اسم عالي
بنت سيد البلد. سيد البلد مين يا فكرية؟ البلد ما لهاش غير سيد واحد بس، أني العمدة. يا أخويا هو يعني البشمهندس غريب؟ ما هو زي ابنك برضه. لا ما هوش زي ابني ولا حاجة. الابن بيسمع كلام أبوه، وهاشم ده عمره ما سمع لي كلمة. طب ليه لا يا عم؟ ما يمكن نسي وعايز يصلح اللي فات. هو ربيع ماله؟ غني ومتعلم وابن عمدة ومن لحمها ودمها، والدم عمره ما يبقى مية يا عمد. ساعات الدم بيبقى أرخص من المية يا فكرية. ما تنسيش إن هاشم عايش طول عمره في مصر وله عوايد غير عوايدنا. أهل البلد كلتهم مش عاجبهم فوزية ولا بنتها عشان ماشيين على الموضة. يا خويا البلد البلد البلد، من إمتى البلد دي كان عجبها حد؟ ما أنا فاكرة أول ما جيت البلد دي كانوا بيجوا يتفرجوا عليا زي ما أكون جاي من دنيا تانية. الناس ما تحكمش إلا على المظاهر. فكرية لم لسانك أمال، البلد دي بلد يعني، وأنا اللي خليتها كده. تعال هنا يا هالة. خبر ايه يا هالة؟ انت هتبص لدروسك ولا هتبص لبنت فوزية؟ قصدك بنت البشمهندس هاشم؟ جاوب على سؤالي يا هالة. ما هو حنان يابا هتشجعني على المذاكرة. والله عاد هتشجعك على المذاكرة. مستني حرمة عشان تشجعك على المذاكرة يا هالة. دي أكبر منك بسنة. يابا مش سنة ولا حاجة، دي كلها كم شهر. طيب ما تلمح لهم يا عم، لمح لهم يمكن يوافقوا. يوافقوا ازاي بس؟ وده ممكن يحصل؟ ده الواد اللي عامل زي الفرقع لوز اللي جاي معاهم دي متكلم عليها. متكلم عليها بس ما كتبش كتاب، وياما في ناس بتتكلم بس ما حدش بيعرف النصيب فين يا عم. خلاص بقى بلاش دوشة، سيبينا افكر في الموضوع ده على رواقه. ولا يهمك يا ربيع، هم حيلاقوا احسن منك فين. حق لو حصل هتبقى انكتبت لنا السعادة، انا وانت ننزل مصر ونعيش عند اخوالك. اصل مدحت لازم يفضل هنا عشان يتعود على اهل البلد لانه غريب عنها. من عارف هاشم لو قعد في مصر الوقت المسكين عامل ايه. امرك يا عم. يا ساتر دستور يا اللي هنا. خش يا منصور، هو انت غريب يا راجل؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله 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 الله. اهدى، خير ان شاء الله. وانتوا خلاص زهقتوا من البلد طوالي كده؟ ما دام عمي شايف كده. وانت ازاي تشوف كده من غير ما تاخد رأي يا عبد الكريم يا اخوي؟ يا سلام يا منصور يا اخويا، ودي كمان برضو حاجة عايز الواحد ياخد فيها اخد وعطى. طب ليه بس كفل الشهر؟ ليه بقى؟ لان اللي يفضل هنا تكون الشغل والبلد محتاجاه، هما مالهمش عوزة. هاشم اولى بيهم. اللي هيفضل هنا مدحت عشان يباشر المشروع، وانا يلا يا مدحت عشان نلحق القطر. اتفضل يا عم. انا هشيل دي عنك. اتفضل. مستنيينكم تحت. بالسلامة. تروحوا وترجعوا لنا بالسلامة. الله يسلمك. أمانة يا ست فوزية، السلام للباش مهندس. يوصل يا عمد. سلام عليكم يا عمد. مع السلامة يا بنتي. الله، ما قلتليش انتوا زهقتوا من البلد ليه بدري كده وجيتوا؟ اقعد يا مدحت استريح. الصراحة بقى يا بابا مش احنا اللي زهقنا من البلد. الظاهر ان البلد هي اللي زهقت مننا. ازاي؟ ازاي بقى دي تسأل فيها جدي العزيز، لانه كان مصمم جدا ان احنا نسافر وبسرعة. يا ست هاني، جدك عارف ان بابا من غيري بيبقى وحدين ولا ايه؟ ايوه، بس الاستاذ المسؤول عن المشروع ايه اللي جابه؟ دي توصيلة سريعة وراجع حالا يا عم في اول قطر. يا مدحت يا مدحت، ده مشروع خطير مش عايزك تغمض عينك عنه لحظة واحدة. وخلي بالك ان عمك عبد الكريم راجل طيب جدا جدا جدا، وعنده الدنيا دي كلها امان. انا عارف يا عمي، انا سألت على اول قطر وعرفت انه راجع بالليل. اهلا يا عمي، ازاي حضرتك؟ فيك الخير يا بنتي.
كنت فاكرهم خدوا مني كل حاجة حتى مدحت. هما مين دول يا عم؟ اللي هما بقى. مدحت هيفضل معاك على طول، وحضرتك هتفضل معانا على طول، وأظن يعني مش معقولة بعد ما هنتجوز هنسيب حضرتك وحيد كده. أنا وحيد حتى لو كنت مع 30 مليون اللي عايشين في البلد دي. ليه بس يا عمي الشعور الغريب ده؟ ده شعوري وأنا حر فيه يا حنان. طبعا يا عمي كل واحد طبعا حر في شعوره. ده الشيء الوحيد اللي ما يقدروش ياخدوه مني، ولا أي قوة في الدنيا تقدر تاخده مني. برضو هرجع أسألك هم مين؟ مدحت. خطيبتك بتسأل أسئلة عبيطة قوي، ولو إن أعرف إن أبوها راجل ناجح جدا عشان كده بقى كبير قوي في عصر يقل فيه الكبار. ظهر يا عمي إن حضرتك فاهم بابا غلط. بابا مش ناجح بالمعنى اللي حضرتك تقصده. بابا إنسان مجتهد جدا ومخلص جدا، ما افتكرش إن هو وصل لحاجة ما يستاهلهاش. تقصدي إيه؟ ابدا يا عمي انا ما اقصدش حاجه. كل اللي اقصده ان انا كنت جايه عشان اطمن على حضرتك قبل ما مدحت ما يسافر، والحمد لله اني اطمنت على حضرتك. عن اذنك حنان، لحظه واحده لو سمحتي. متهيألي يا مدحت يعني من حق باباك ان هو يقعد معاك الكام ساعه اللي انت قاعده. عن اذنكم. ليه استعجلت كده يا بابا؟ ليه عملت كل ده؟ فين حكمتك اللي اتعلمتها منك؟ معناه ايه ده كله؟ لو ما كنتش فهمت معناه تبقى غبي. بس هي فهمت الموقف غلط خالص يا بابا. ده دورك انت، الحق فهمها الموقف الصحيح. طب ليه يا بابا؟ عشان هي تعرف وتتأكد انت ابن مين. ايوه يا سعادة البيه، عايزك طبعا. اهديه، هو انا استغنى عنك ابدا؟ لا 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 ابدا. وبس بخصوص الواد اللي طلع لنا في البخت ده، اسمه مدحت الشبراوي. هو المهندس المنفذ للمشروع. ما انا بقى عايز اعرف الارض اللي انا واقف عليها، احسن اخش فيه شمال يطلع شريف ولا حاجه كده. طيب بكرة الصبح تبعت لي كل المعلومات اللي عندك عنه. ولا تحوش الجراح، يا من يقيم الجسر بين أمسنا وبين الله.